أول شيء أنا مرة مبسوطة وسعيدة إني أنا اليوم موجودة في معرض العطور، وكأول مرة أدخل معرض العطور صراحة مرة انبسطت. أول شيء على الإقبال اللي صار في المعرض. أنا عندي مجموعة عطور، عندي 2 هيرمس وعندي عطرين، واحد مسك وواحد سويت، وعندي حولنا من المسك لعطر الجسم. هذا لما كنت أنا في الجامعة، يعني بما أني طالبة ودوام ما رح أحط عود وبخور، أخذ مني فترة طويلة، يعني تقريبا لما كنت في نص الجامعة صار كل أحد يسألني هذا العطر إيش اسمه لو سمحتي، ما يعرفوني أو أي شيء، لو سمحتي هذا العطر إيش اسمه، كنت أقولهم عطري، طب من وين نطلبه، طب ما أدري إيش، كنت أقول لا أستنوا لما أنا جهز الشكل وكل شيء تمام راح أطلق العطر. لما شفنا الإقبال الكبير سوينا منه عطر للجسم، الكل حبة، بين اللي يحب المسك بيلقى، اللي يحب السويت بيلقى، عنبر، كل شيء موجود.